في قصر المعارض بالكرم في اليوم الثاني للفوروم دو لوفيسين، الملتقى الكبير للي فارماسيان دوفيسين في تونس، وبطبيعة الصيادلة بصفة عامة، وتو ليكو سيستيم فارما في تونس بالاساس، لابوراتوار فارماسيوتيك ومهن مختلفة تتعرفوا عليها حتى اليوم، فما الموزعين وغيره. البداية اليوم الصباح تكون مع المصنعين وبالتحديد مع السيد محمد أمين بوجبل، عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية. صباح النور، صباح الخير، شكرا قبل دعوتنا اليوم صباح. صباح الخير، مرحبا سي وسيم ومرحبا بجميع مستمعين اكسبريس اف ام. شكرا ليك كما قلت وتفاعلك معنا. كان نعطيه في البداية هكا بعض الأرقام، هكا لو سيكتور فارما اون شيفر لاتر هكا باش بور لو سيتوي معناتها ونفهموا أهميته اليوم في الاقتصاد التونسي. تري بيان، دونك عندنا صناعة الأدوية في تونس هو المارشي توتال نتاع لي ميديكامون أبوبري 3.7 مليار دينار. فما أكتويلمون 42 يونيتي فارماسوتيك أنتر فابريكون دو ميديكامون إي دو ديسبوزيتيف ميديكو. ونصدروا أون 2023 ظهر لي 300 مليون دينار يعني تصدير. لي مارشي لي برينسيبو مارشي تلقى الافريقيا الافريك دو نور وفما زاد كيلكو اندستريال اللي صدروا لوروب وان شاء الله معناها يا دوتر معناها ديما اون اسي دوفرير دو نوفو مارشي وكان تتوفر هكا شويه دعم زاد نجمو نعملوا اكثر برشا من لي شيفر هذا. به كي تقول اليوم ال 3.7 هكا قلت مليار دينار، وني تحكي اندستري فارماسيوتيك ولا تحكي على كل نحكي تو لو مارشي دو ميديكامون معناها اي كومبري لامبورتاسيون معناها سي تو لو مارشي دو ميديكامون ان تونيزي انتر معناها لي فابريكي لوكالمون انتر لي برودوي امبورتي فوالا. ودور الصناعه في تونس، الصناعه المحليه مهما كان دي لابوراتوار انترناسيونال دي لابوراتوار توانسه معناتها لوكو دايور وبرشا منهم هما توانسه ولكن ils exportent déjà donc دورهم معناتها اليوم في تغطيه احتياجاتنا من الادويه الى اخره. شوف عندنا بور لو مارشي اوفيسينال فما لا فابريكاسيون لوكال كوفر بلوس كو 60% ان تيرم دو فالور. وبالنسبه للاوسبيتاليي فما مالوغوزمون ظهر لي اوتور دو 20% خاطر لازم تعرف راهو فما دي برودوي qui se vendent exclusivement dans les hôpitaux, معناها عندهم سيركوي بيان بارتيكولي، وفما لي برودوي اوفيسينو اللي تلقاهم معناها في لي فارماسي الواحد. دونك اكتويلمون اون يونيتي سي بلوس كو 80% بور لوفيسين، مي اون فالور سي ا بو بري بلوس كو 60%. هذوما لي شيفر اللي عندي جوسكا بريزون. باهي دونك كومون لي سيتيو؟ مقارنة هكا ان بتي بنش مارك كي كومون سي سيتو اسكو نعتبرو انه معناتها مستوى محترم سي دون لي نورم سي مستوى الحقيقة محترم جدا اما ينجم يكون خير برشا معناها كان تصير فما تشريعات تتبدل لصالح الصناعة الوطنية نجمو نعملو خير برشا راهو اون بو تو فير لي ميديكامون الكل نجمو نصنعوهم il suffit qu'il y ait une volonté. une volonté politique bien évidemment il faut que les معناها شويه هكا قوانين تتبدل شويه حاجه لصالح المصنعين et on peut faire beaucoup mieux que ce soit للاكسبور والا للتغطيه نتاع لا كوفرتور ثيرابيوتيك معناها on peut جينيريكي نيمبورت كيل برودوي. هذا موضوع اخر نرجعوا له موضوع ولا ما انتوا بيسكو طرحتوا جوستومون شنو معناه جينيريك للي ما يعرفش بخلاف معناتها فوالا شنو معناها شنو اهميتهم كومون سا سباس شنو البيزنس موديل شنو اهميه احنا جينيريك شنو معناها هي سيت اون كوبي اليدونتيك دو برانسيبس لو برانسيبس هو الموليكول فوالا الاصليه معناها هذا لو جينيريك سيت اون كوبي كونفورم معناها كو سو سوا في الكومبوزيسيون في الدوزاج في معناها كي تاخذ ان برودوي جينيريك هو il coûte généralement moins cher mais il a exactement la même efficacité et le même effet. باهي هذا بالنسبه للجينيريك شنو اهميته اليوم؟ انه اهميته ديجا على الكلفه ماك تعرف انت الكنام تويك الغومبورس سور لا باز دو برودوي لو موان شير على خاطر بالنسبه للدوله اسكي تو افي نورمال وهذا في العالم الكل وقت اللي عندك انت دواء جينيس كي كوت موان شير
ما عادش الدولة اللي اوبليجي دو رومبورسي لو برودوي كي شير، سا نا با دو سونس. هذا دونك يا ان غان ايكونوميك وقد دايور في دون بليزيور بيي ان اوروب ايلز انسيت لي اوفيسيدو ا فوندر دو جينيريك، على خاطر هذا يربح الدولة بيان سور. باهي هذايا بالنسبة للجينيريك سيتي اون بارونتيز. نرجع معناتها بتاتخ للقطاع والدفع القطاع، احنا ستي اون بارونتيز ما تكلمت على جينيريك مي اون بو اي روفنيغ من بعد. دونك اليوم كيفاش القطاع ينجم يلعب دور اكبر مخير؟ انت خاطرتش قلت لي قبيك قلت لي سي ساتيسفيزون سي بيان مي بو ميو فير. النجم هو سورتو علاش لو بو ميو فير؟ وي وي هاوش نقولك علاش. شوف فما كيما قلت لك انا قبيله، فما لو سيكتور، فما دي برودوي كي سو فوند اون اوفيسين، وفما دي برودوي اوسبيتاليي. بور لي برودوي اوسبيتاليي تاو القانون وقت اللي يجي ان فابريكون لوكال ياخو لا ميم، الفارماسي سنترال تبدا عندها دو زاميم اللي توبليجي دو فير ان ابيل دوفر. لابيل دوفر سي لا لوا دو توتوريا، يا تربح الكل سينو ما تبيع حتى حك، وهذا ما يشجعش على خاطر و جينيرالمون في لي زابيل دوفر معناها تلقى برودوي اللي تبيع 100 دينار يتيح ابيل دوفر يولي ب 10000. صحيح يا ان غان ايميديا بوتيتر الفارماسي سنترال، اما المصنع التونسي كي يجي الى انفستي وتلقى بوندون دي زاني ويحط يقول انا جو في فير اون بيس دو 30%، il faut qu'il يعمل روتور سور انفستيسمون على الاقل بوندون 2 3 ans بعد تحط ابيل دوفر اللي هي ماهيش بدعه. راهو فما دون بوكو دو بيي، كان تحب حتى على البنش مارك يا دي بيي مثلا السعوديه يجي حتى من قبل ما يصنع يقول لك انت تصنع البرودوي هذا ايجا نعمل معاك ان كونترا سور 3 ans خذ لو مارشي اما تو تونجاج ا فابريكي لوكالمون. فهمت؟ اي سي كوم سا خاطر اي دايور سا سو ريفليت سور لي شيفر. قبيله قلت لك لا كوفرتور par les fabricants locaux في l'officine plus que 60%، في السيكتور هوسبيتاليي اقل من 20%. معناها على خاطر الفابريكون يخسر المره الاولى، المره الثانيه من بعد يولي يخاف يقول لك انا جو متورن فيغ لي برودوي اوفيسينو، نمشي نصنع باراسيتامول، نسمع دي برودوي فهمتني اللي كي ريبوند على لا بروموسيون ميديكال، ميم سي يبدا 20 جينيريك في المارشي جوغي ما بلاس. فهمت؟ هذايا اللي نحن نحاولوا ماذا بينا تكون وقت اللي يجي ان فابريكون لوكال وخذا اون اوتوريزاسيون ياخذ المارشي ولا حتى اون بارتي دو مارشي، مش مشكل. معناها فهمت سا لو بيرميترا دو رومبورسي او موان لي فري، ومن بعد تحب تحط ابيل دوفر حط، وهكاك هو كي يربح يولي الفيز دي موليكول كي نو سون با جينيريكي، الكوفرتور ثيرابيوتيك تكبر، الدولة تربح زاد ان غان مثلا يبيع له 60% 30% دو بيس بالدينار التونسي، وكل راهو حكه برودوي تتصنع في تونس كي تتباع راهو فما على الاقل 80% منها باش ترجع ليكونومي ناسيونال، خاطر عندك اون بارتي هذاك خلاص شهريات، عندك بارتي باش يدفعوا دي زامبو، عندك معناها سي تو بينيفيس للدولة. فهمت؟ وهذايا دونك كيفاش نجموا نعملوه؟ هذا بين خاطر بعد انا في بالي باش نرجعلك شنو المقترحات، شنو التحديات، شنو هو هذوما مقترحات هو فما لا بس انا جبل مي بيسكو جبت على هذا بالذات. دونك كيفاش يفو كو لا ليجيسلاسيون شونج، خاطر هو تو تجي معناها عندهم الحق زاد كل واحد. هذوما القوانين ما نجمش الجيل الفارماسي سنترال ما نجمش نلوم مادام القانون هكا سي كوم سا. فهمت؟ باش نرجعو نحكيو على هذه الكل بعد فاصل قصير. نذكر معك السيد امين بوجبل، محمد امين بوجبل، عضو مكتب التنفيذي للغرفة الوطنية المصنعي الأدوية، وحنا هوني في ربو باش مكرم من سيتي ميديسيون دورة سابعة الفورم دو لوفيسين اللي نظموا نقابة الصيدلي. توت سويت راجعين.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. إذا نرجع معك لتحقوا بنا الآن، نحن في الربط مباشر مع قصر المعارض بالكرام، الدورة السابعة الفوروم دو لوفيسين، ومع ضيفنا الأول السيد محمد أمين بوجبل، عضو الغرفة الوطنية لمصنعي، عضو المكتب التنفيذي الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية. نجد لك تحية، مرحبا بك. شكرا. ألو، كيفاش تشوف بالضبط دور الغرفة نتاعكم؟ هو الدور الغرفة متاعنا أن مش ندافع أول حاجة على منظورينا، فهمتني، على لي زاندستريال لوكو، ونقترحوا زادا، احنا في اتصال متواصل ومباشر مع لي زوتوريتي، وديما معناها فما ديزيشونج اللي الهدف منهم بالطبيعة أن باش نطوروا القطاع هذا. اتونا نرجعوا لتطوير القطاع، جوستومون التحديات اللي فيه، خاطر بعد ماذا بيا من التحديات نمشيو في شويه في الحلول، في الحلول، وماذا بيا نحكي معك دايو حتى نلتحقوا بينا توا على التكنولوجيا، على الغوشيرش ديفلوبمون لي ريدي تي دي فاش تونس تستمراكم، خاطر سي تري امبورطون مع ابسولوتمون. وي وي هالقطاع هذا انه يكون قوي ومعناتها يغزروا له بالكبير دول اخرى، معناتها نحكي بالطبيعه التحديات اللي قدامكم اليوم. التحديات فما تحديات ماليه، خاطر سي ان سيكتور اللي يتطلب برشا فلوس، فما زين تبارك الله، ريت بين اللابو واللابو فما بانكا فاصون بارلي، يعني فما 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 يفين فيغ فو بيان سور، اي كي تبدا يلفين نو سيتادير ولا محمد امين؟ لا معناها سيت ان، انت قلت على ريشيرش ديفلوبمون مثلا، سيت ان سيكتور اللي فيه معناها يتطلب برشا امكانيات ماليه، فما تحديات زاد بيسكو جبت خاطر حكيت على لي ريدي بي باش ميساج نقعدوا نعملوا دي باك اند فورد كيما نقولوا بالانجلي، اون بارونتيز، ولكن مهمه. عندك شي فكره كنتوما كغرفه اليوم على الاستثمارات في الاي ريدي هكا تقريبا تاع الاندستري نتاعكم؟ والله شوف، لي ريندي احنا jusqu'à présent à ma connaissance on fait pas de la recherche fondamentale. Ouais. On fait des génériques. Ouais. اللي هي زاد راهو لازمها برشا فلوس، راهو معناها il faut pas banaliser la خاطر bon après tout dépend du labo. احنا par exemple في اللابو نتاعنا on fait beaucoup de recherche et développement, nous avons tout un département. تنجم تقول الريفيرس انجينيرينغ، تنجم تجيب لي معناها تقول لو برودوي هذايا، on a une équipe de chercheurs d'ingénieurs اللي يعمل لك لا كوبي كونفورم في وقت قصير، فهمت هذايا، وان شاء الله في المستقبل علاش لا نوليو معناها نعملوا، خاطر اذا باش نمشيو كل بور ديكوفرير دو نوفيل موليكول سا نيسيسيت انورميمون دارجون، بوتيتر اون نا با انكور اسي دو ماتوريتي بور لو مومون، مي علاش لا معناها في المستقبل ان شاء الله، معناها دو موان هذايا الطموح نتاع الشركات الكل. داكور، دونك فرق كبير، ميم سي امكانيات كبيره كون ميم، مي فير دو جينيريك سا نيسيسيت، معناتها فما مصروف سي سا، فما معناتها مش جوست باش تشري فما يا بوكو، نو، لا لا لا، فما برشا مصروف، يا دي زيسي تعمل المره الاولى وتفشل وتحط في لي زيتود دو ستابيليتي، تنجم تبدا سور اون بيست، ومن بعد عامين تلقى روحك راك فهمتني تعاود كل شيء من الاول جديد، لا فما مصروف، فما معناها هنا توت اون ايكيب، ومش كان احنا نتصور تو لي لابو اللي تلقى عندهم دي انجينيور دي فارماسيان كي نو فون كون سا، سي معناها علم كامل كيفاش فهمتني بور فابريكي دو جينيريك. باهي، نرجع دونك نواصلوا على التحديات، دونك تحديات ماليه وتحديات تقنيه، فوالا هذا اللي كنا نحكيو فيه، فما زاده في الريغلومونتاسيون، لو سيكتور اللي تري ريغلومونتي، وساعات زاد لي زوكتخوا دا ميم تلقى لي ديلي سون ريلاتيفمون لون، على خاطر ماك تعرف نرجعوا تبع التحديات الماليه، خاطر فو افوار لي غان ابسوليمون، وي فو افوار لي غان سوليد باش تنجم تشد حتى لا ميم. وي خاطر تذكر انا عم ناول اظن كان فما دي لابو هكا جدد دي لابو نيسان، ذكر فاغا وقت الحاج هكا، معناتها اونتخ تون يعملوا حاجات اخرين اون اتوندون باش يتحصل على اي ميم نتاعو، خاطر فما مصروف المعمل مثلا لا سو تريتونس، واحد بيان سور فما مصروف، وهذيك هي سي لا ناتور دو سيكتور، على خاطرك انت راكي تعمل المعمل لازمك تصب من الاول وتستنى معناها الوقت اللي تستناه باش تاخذ العمام، بعد ديريكتومون مش لي ميدسان باش يبداو يكتبوا لك الدواء، انت الدواء نتاعك مش معروف. لا يكتبوا انت فما فتره تستنى في العمام والمعمل تو لي فري ماشي. وبعد لازمك تعرف الدواء نتاعك. معناها لازمك لو ديماراج اللي تري تري ديفيسيل بور اون اندستري. دونك سي بور سا كو نرجع ونقول الدعم
نتاع لي زوتوريتي سورتو بور لي اندستري نيسانت ولي سيكتور بصفه عامه الي بريمورديال. اليوم في التحديات هذم هما التحديات بالاساس ولا و لا ريغلومونتاسيون هي بليزيور معناها سي و تكنيك كيما قلت لك معناها سي سي ان سيكتور زاد حتى في لي زيكيبمون سي دي زيكيبمون دو بوينت اللي معناها سا نيسيسيت دي جون اكسبيريمونتي وتعلمهم وفهمت معناها سي مي الحمد لله يا اللي معناها حتى نحن في تونس تلقى ديما لي كومبيتونس بور بالنسبه لل لي كومبيتونس تلقى سيغ اي بور سورمونتي سي ديفي معناها انا با مال دو كومبيتونس. محمد امين بوجبل نذكر مستمعينا عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية في التحديات كلمت زاد على الجانب القانوني دونك اليوم شنو هما المجهودات ممكن اللي عملتهم الدولة وين لازم تصير أكثر مجهودات وكان فما حاجة بالنسبة ليكم تنجم تكون عندها تعمل نقلة نوعية في الصناعة نتاعكم شنو هي تكون؟ هي ديجا فما الإرادة هذا سي لو بلوز امبورطون نحسوا اللي فما الدولة عندها الإرادة باش تغير الأشياء فوالا تكلم سي عبد الرزاق بوزويت مدير عام الصحة في وزارة الصحة وجاي يمثل سيد الوزير يعني بالضبط وهي الإرادة موجودة وديجا الغرفة اللي تعاملت الوكالة الوطنية هذه باش تحل برشا مشاكل على خاطر قبل نافي بليزيور انترلوكيتور تويكا كي تلم بليزيور انستانس انت وستركتور تحت فهمتني نفس الوحدة وعندك انترلوكيتور يونيك ديجا هذايا تسهل برشا حاجات ولي ميزور الاخرين معناها كان نحبوا نزيدوا نطوروا القطاع كما قلت لك انا قبيله نعطيو سلوي كي 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 في ان جينيريك يكون هو الاولاني في المارشي يكون عنده دي فاسيليتي لازم اون فيزيبيليتي للاندستريال فهمتني كي يجي يصنع على خاطر راهو سا نيسيسيت بوكو دارجون وقت اللي باش تجي تعمل تو ديفلوب ان نوفو برودوي ميم سي سي دو جينيريك راهو برشا فلوس ولازم اون فيزيبيليتي ديغيغ وقت اللي يلقى الاندستريال اون فيزيبيليتي سور اون اني دو زون على الاقل يعمل روتور سور انفستيسمون يمشي راهو يلفا انفستير دافونتاج سي كوم سا وتحل سيركل فيرتيو وتو كري لا ريشيس معناها الكوفرتور ثيرابوتيك من عند لي اندستريال لوكو تكبر ويولي كل واحد عرفت سي ان سيستيم كي دو ريكومبونسي العباد اللي تجتهد وتحب تشوف دي نوفيل موليكول فهمتني هذه هي اللي تخلق الديناميكيه وتنجم تطور بينا في السيكتور عندنا كان نحبوا نطوروا الاكسبور احنا لو شيفر راهو 300 مليون دو دينار باهي اما ينجم يكون اكبر برشا نجم مثلا فوالا نعطيو اون بريوريتي في لي زوكتروا ديزا ميم لي برودوي فاسيلمون اكسبورتابل يا دي برودوي راهو اللي مازالوا حتى في العالم مازال الجينيريك معناها يا با بوكو جينيريك نعطيهم اون بريوريتي كي يجي كان فابريكون لوكال افيك سو جونر دو برودوي دو فورت فالور اجوتي نعطيو هو اون بريوريتي ونعطيو زاد خاطر السيكتور لا ريغلومونتاسيون تشانج بوتيتر زاد لازمها تكون بلو سوبل خاطر احنا بور بوفوار اكسبورتي لازمك دي جون سالاريي سور بلاس دي اكسباتريي وتخلص عليهم وفهمت معناها الاكسبور راهو ما يجيش انك باش تمشي تشارك وفهمتني في فوار ولا حاجه لبرا سان سوفي با سي ان ترافاي سيكتور نتاعنا سا نيسيسيت بوكو دو مويان فينونسي مي سي ان سيكتور اللي نجم يدخل برشا فلوس ونحنا شفنا مثلا نشوفوا الاردن ولا الواحد يا دي زونتربريز اللي وصلوا نيفو سي دي مولتي ناسيونال ولاو يحكيو معناها افيك دي مليار دو دولار وكي سو سون انستالي في امريكا وكي سو سون انستالي اون اوروب وفهمت معناها سي ان سيكتور وفي تونس بيان ايفيدامون انت ياك عرفت على فهمت اللابو اللي نحكي عليه دونك هذايا سي ان موديل ا سويفغ هذايا معناها سورتو للاكسبور يفو بلوس دو فاسيليتي العالم راهو تحل على بعضه لازمنا احنا نتبعوا فهمت فما تو دي زوبورتونيتي واحد كي نيسيسيت لا رياكتيفيتي لا رابيديتي فهمت ما نجموش نقعدوا فهمت بالموديل هذا فوالا ان شاء الله معناها اليوم ما نعرفش كان عندك بيسكو حكينا ارقام بيسكو على التحدي بالذات كنت تحكي فيه عندكم شي ان شيفر ما عملتوش دراسه مثلا كان يصير هكا ولا تعملوا هكا هاو لامباكت مثلا شيفري كان عملته مثلا اون كروسونس دو 20% في السيكتور جو سي با كي ريبريزونتون لا ما عندكم ما عندناش لا حاجه شيفري لا مي جو سي سيغ بس كي ايفيدون نو نو فوالا معناها انا قلت لك احنا تو حتى الاكسبور قعد يقتصر نمشي سي دي موليكول بيان شوازي لانك تشارك بهم في دي زابيل دوفر ما تستحقش برشا فهمتني مصروف ما تنجمش معناها
تسجل كل شيء للإكسبور، فهمت هذا ال داكور بي دونك باش نرجعو بو ريزومي، فماش حاجه كان يسمعوا فيك مسؤولين نجموا يعملوها وتعمل نقله نوعيه في القطاع سي اون سي كان فما حاجه الحاجة فوالا سي بلوس دابوي هو يعني قلت لك كان راهو فما قانون الإرادة معين حاجة الإرادة الإرادة معينة سورتو قانون موضوع لي زابيل دوفر، قانون لي زابيل دوفر انترناسيونو هذايا بصراحة يضر برشا فهمت، وما يخليش لي زاندستريال انفستيس في لي موليكول ا فورت فالور اجوتي في البيوتكنولوجي. تو عندنا برشا نحكيو على البيوتكنولوجي، والبيوتكنولوجي ما قدمناش في البيوتكنولوجي. اي لو ديفي ني با تكنيك، راهو اسمع لي بروبليم تكنيك ال سون فاسيلمون سورمونتابل. يا دي زيكسبير انك تنجم تجيبهم من برا ويعملوا لك دو ترانسفير دو تكنولوجي وكل شيء، سا كوت ان بو دارجون اما سي سورمونتابل. اما من بعد لاندستريال كونت يل انفستي اسكو باش يلقى شكون باش يشري من عنده ولا، هذا هو الاشكال فهمت، على خاطر اذا يحط زاد بوكو دو مويان وفي الاخر تجي تحطه ديريكتومون اون ابيل دوفر وتلقى فهمتني السوم يطيح ب 90 و80% ما يشجعش، ما 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 بيرسون لو فرا معناها. بالنسبه رابيدمون للتوزيع وال معناتها لل لل معناتها تو للمواطنين والاكسي او ميديكامون ميساج هاو دونك التوزيع الاكسي او ميديكامون دونك اليوم بالنسبه للمواطنين وين هنا شنو هي مجهوداتكم؟ اسكي فو فيغ بلوس والا اليوم فما الاكسي خاطر نسمعوا ديما حكايه الدواء وكل دونك هوني سو سون دي زيفور كومان لازم يصيروا كيفاش اسكو في التحديات اللي قلتهم وفي الحلول اللي قدمتهم جوستومون ترجع زاد بالخير وفي سونس دو تيرم خاطر الصحه هذه على المواطنين فوالا معناتها لو رول ان تي بو احنا ديما نسمع راهو فما ازمه والدواء وفما لي روبتور والواحد راهو il faut différencier. فما ساعات يكون فما نقص في الدواء دي روبتور وفما دي فوس روبتور. كي انا نجي نقول انا لو برودوي اكس اللي اون روبتور، اما كي يبدا عندي بلوزيور برودوي جينيريك اللي هما على المارشي اون بارل بلو دو روبتور فهمت وقتها. دونك il faut il faut لازم المواطن زاد بلوس دو كومونيكاسيون باش نوعيوه بوتيتر انت البرودوي هذاك اللي ما لقيتوش وواحد راهو فما ثلاثه ولا اربعه هوني دور الفارماسيان بتبيع لو فون يقولك راهو فما وفما راهو نزيد نطمنك راهو فما ان اوبسيرفاتوار اللي قاعد يصير ويتلم بطريقه منتظمه اللي هما يشوفوا معناها بالبرودوي بالبرودوي هذا روبتور ويتبعوا معناها الحقيقه فما مجهودات كبيره معناها فهمت حتى حاجه ولا برودوي وزيد لي زاندستريال الكل تويكا ايل سون تونيو مره في الشهر نبعثوا لي ستوك نتاعنا الكل تاع لي برودوي للاجونس ناسيونال دي ميديكامون باش هما يتبعوا معنا باش كان فما ان برودوي اللي قريب يتيح روبتور ولا باش يولي ما عادش مفقود الاجونس اللي رياجي اتون فهمت. واضح. نختم بيسكو حكيت على التكنولوجيا، نختم بالتكنولوجيا والرقمنه. دايوغ انت شخصيا معناتها باش تكون لان دي مومب دو جوري نتاع في الهيد فالي نتاع لو تشالنج اندستري 4.0 اليوم القطاع نتاعكم والتكنولوجيا سيت اوفرتور على لينوفاسيون كيل سوا جايه من عندكم والا فيا دو لوبن انوفيشن ولا فيا دي بارتناريا ولا فيا تشري سوليوشن ولا فوالا دايوغ سي لا لوجيك ميم دو تشالنج ان 4.0 اللي عاملينه لو سانديكا دي فارماسيان دوفيسين مع مع بيوتيك بول سيدي ثابت والجي زد. دونك سي كو اليوم بتوما تشوفوا وتحاولوا فو كونيكتي افيك سيت ايكوسيستيم. بون انا ممكن اول مره اما نعرف اللابوراتوار اللي تنتمي له معناتها انت تخدموا برشا معناتها مع لي ستارت اب. وي وي نخدموا برشا مع لي ستارت اب والسيكتور نتاعنا بصراحه ينجم زاد يتحسن برشا بالتكنولوجيا ونحن جاونا كما قلت انت يا بوكو دو ستارت اب تبارك الله عليهم فريمون معناها حاجه اكسترا اوردينير. انا كل مره نجي تقابل معناها ستارت اب وتنسى الاخرى تقول هذه هاو باش نخدم معاها الواحد وسورتو تو بالانتيليجونس ارتيفيسيال معناها يا دي بروغري فريمون شيء معناها يوقف المخ بصراحه. معناها انا نتصور دي موا احنا في الوحده نتاعنا ونشجع حتى زملائي الكل انا اون سي مي ان ديفي دو تو ديجيتاليزي معناها ديسي دو تروا زون فهمتني دو ديجيتاليزي تو لو بروسيس على خاطر هذا يربح في من النواحي الكل معناها في ال اي سافا ريفولوسيوني لاندستري معناها
Voilà, donc مهم ياسر بيان دونك بيان لو سور. جنب نو نو سي التكنولوجيا. اكستريمون امبورطون. دونك فما دي اندستريال يسمعوا فينا انا الكل تقول لهم يمشيو يشوفوا الستارت اب بيان فما سور. البارحه شوف في ستارت اب معناتها سي ستارت اب تونسيه صنع تونسي ماكينه تونسيه ديتكتي مثلا كيفاه السيرو فما البيك اند بليس وفما كيفاش السيرو لو كان البوشون فما ديفيكتيو ولا فما مشكل ولا حاجه معناتها تخرجوا من الشين دو برودكسيون اتسيتيرا معناتها والكلهم دي جون لا لا طيرات فريمون فريمون طيرات فما برشا بوكو سوليسيون تحاولوا نسجلوا مع البعض منهم في ستارت اب. يا بوكو دونتربريز خاطر احنا نجيو سي سو لا كوبول نتاع تكنوبول سيدي ثابت معناها فما توت ان بروغرام لاندستري 4.0 دونك فما ان اكومبانيومون دونك يا بوكو دو ستارت اب فريمون معناها تبارك الله عليهم تبارك الله عليهم. وعلاش نقول لك زاده تبارك الله عليهم خاطر avec des prix très compétitifs, stratégie on a aidé des entreprises du home qui sont bien établies ou du multinational ou quoi que ce soit, tu vois فرق كبير حتى في البريستاسيون في في الصوم في ولهنا احنا اسهل لنا وخير لنا معناها تمشي avec des startups ils sont disponibles يبداو بحذاك تبداو هما معناها plus engagés معاك فهمت يحبوا يعملوا لك فما برشا تاو كي يوفخ الـ MOS Manufacturing Execution System انك تولي تشوف لي ليني دو برودكسيون اون طون ريال فما حتى ديجيتال توين تعرف ديجيتال توين هذايا وقت اللي تو بو ديجيتاليزي البروسيس نتاعك تبدا قاعد في بيروك تحل نشوف الليني هذيك راهو شكون لا بيرسون اللي قاعده تخدم على الليني وشنو هي قاعده تخدم وشنو الاوردر دو فابريكاسيون اللي قاعد يصير معناها فريمون حاجه اللي كانت تسالني عليها يمكن ثلاث سنين التالي ولا واحد نقول لك هذا معناها شيء شيء خلو فهمت هذه اسمع سي اي بورتون عندنا دي ستارت اب ثلاث سنين التالي يعملوا في الام اس ديجا في الانفيشن سيتي ما نحكي لك مي تو سي ديفوني هكا سي ديموكراتيك خاصة دي جون لازم تعاونوهم تقربوا منهم خاطر كان ما يبيعش العباد كيفكم بالطبيعة بالطبيعة معناتها ما عنده ما ينجم يعمل فوالا يعطيك الصحة شكرا ليك سي محمد أمين بوجبل عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية بالتوفيق ليك ولكل زملائك قطاع حيوي مهم ياسر شكرا يعطيك الصحة.